السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقماني. كالعاده عارفين كل يوم سبت وكل يوم حد بنحاول نعمل اكلات بره شويه طبخ وتقل، يعني فكره الصوت الثقيله والتسبيكات والتركيبه دي كلها. انا بحب اعمل اكل يكون خفيف شويه فكره سبت لحد، او يعني نكون نعمل اطباق مش طواجن او صواني، ودي فكرتنا. عندي النهارده ان شاء الله ثلاث اطباق اسهل من بعض. عندي طبق هعمله مع حضرتك جاب، يعني اربع صدور من الفراخ هحشيها سبانخ وجبنه وادخلها الفرن، هنشوف بتتعمل ازاي. الطبق الثاني عندي مكرونه محشيه بالجبنه والمشروم، هعملها صوص بولونيز بالطماطم الفريش وكمان بالجزر والكرفس ولحمه مفرومه، هنفرم حتى كمان مع حضراتكم اللحمه من اولها لحد اخرها. ده الطبق الثاني. الطبق الثالث جايب عندي طبق هعمله دايت بشكل بسيط جدا، يعني ممكن لو انا عايز امشيه بشكل بسيط، لو عايز احط فيه تونه او فراخ او اي نوع من انواع اللحوم، بس هعملها بطريقه التدخين شويه تكون ليها طعم كويس. وانا هعملها النهارده كمان مكرونه دايت مع التونه مع تركيبه حلوه من الخضروات. الموضوع النهارده يعني بسيط جدا ما فيهوش صعوبه. الفكره ان انا بس عامل طبق واحد دايت للي يحب الدايت السبت والحد زي ما انتم عارفين، وما رضيتش ان اعملها كلها دايت عشان برضو ما احرمش اي حد من الاكلات السريعه او البسيطه اللي ممكن اي حد يكون بيحبها وعايز يخش يعملها برضو، يبقى الموضوع في ايد حضراتكم. تعالوا نطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم مع حضراتكم النهارده على ثلاث اطباق اسهل من بعض ان شاء الله، لكن فيهم تغيير، فيهم طعم جديد، فيهم تركيبه بسيطه جدا وسهله ان شاء الله. جايب عندي اربع صدور فراخ هنحشيهم مع حضراتكم من اولهم لاخرهم، وممكن نحشيهم باي حاجه احنا عايزينها. انا هحش احشي النهارده سبانخ مع مشروم مع جبنه قريش. والاول والافضل ان انا اشوح شويه او اسوي فكره المشروم، يعني ربع تسويه ما بياخدش وقت مني كتير، هو والسبانخ مع بصلايه مع مكعب زبده، هنشوف ايه اللي هيحصل. ونفتح كمان الفراخ ونتبلها بالاعشاب، ده رقم واحد. رقم اتنين هعمل مكرونه بالتونه، سهله جدا، ممكن امشيها سلطه او امشيها سخنه لو حبيت بصوص خفيف، ده يمشي معايا دايت والافضل من غير صوص، وده الالطف وده اللي انا عايزه. والطبق الثالث هعمل عندي اللحمه المفرومه، هفرمها من اولها لاخرها مع صوص البولونيز، او هعملها صوص طماطم يكون خفيف برده، ويتعامل معايا بفكره المكرونه اللي محشيه مشروم مع الجبنه او محشيه سبانخ او اي كان الحشو حسب اللي بنحبها. الرافيولي طبعا ناس كتير جدا بتعشقها. طيب اول حاجه هبدا فيها البصل، كنت بقطعها عشان خاطر المفروم، خليها على جنب دلوقتي، بس الاول نبدا نشتغل على طول في فكره الفراخ ونتكلم عنها واحده واحده. طيب الفراخ بجيب عندي صدور الفراخ بقطعها اي تقطيع انا احبها، بس يعني الموضوع انا عايز احشيها حشو والسحها على الطاسه وادخلها الفرن اروقها ترويقه محترمه، ولكن الاول خلينا نعمل الاول الصوص بتاعها او عفوا الفرشه بتاعتها. حبه زيت زيتون او زيت الثوم لو عندي زي ده كده، بص كده زيت الثوم مع مكعب واحد زبده. عايز اعمل تيست كويس وبسيط ما فيهوش افتكاسات كتير بالشكل ده اهو. واجيب عندي بصلايه مفرومه جدا، بص كده يا هواري، الموضوع بسيط جدا لكن لازم يكون ليه تيست ويكون نفس كويس. بقلب عندي البصلايه مع سنه زيت الثوم مع الزبده بالشكل دوت، ما خليهمش يتحرقوا، انا مش محتاج ان هو يكونوا محروقين او حاجه. بجيب عندي مشرومايه كده مقطعه مفروم او اي تقطيعه، احطها بالمره ماشي الكلام، وبشوحهم كويس مع بعض كده اهو. واجيب عندي سبانخ او ورق السبانخ وببدا اقطعه واغسله غسله نظيفه، وببدا انزل بيه بالشكل دوت كده اهوت، يتاخد برده معايا سوتيه، هقلبهم مع بعضيهم خمس دقايق هتلاقي الكلام ده كله بقى ربع الكميه، لان ده خضار او خضره فبتكش على السريع مش هتاخد مني وقت كتير كده. بديله عندي كمان سنه فلفل اسمر كده واقلبهم كويس قوي. عايز اديها كمان مكعب زبده يعلي معايا التيست اكتر كده، مع رشه ملح بسيطه ومتشكرين. يبقى انا خدت عندي الخضار بتاعي سوتيه، بقى الموضوع ليه ريحه وليه طعم كويس جدا. سنه ملح بسيطه بالشكل دوت دوت، واقلب على السريع. الزبده طلعت ريحه عاليه جدا مع البصل مع زيت الثوم، ما حطيتش ثوم على فكره، حطيت زيت الثوم فقط لا غير اهو بالشكل دوت دوت كده. انا شايف ان كده زي الفل وتمام التمام. خلينا نطلعهم على جنب اهو، ده الحشو اللي بتكلم عنه على السريع، ما فيهوش اي صعوبه خالص وما خدش مني وقت خالص. جميل. طيب
عندي كمان جبنة قريش هحشي بيها برضو، ولكن تعالى بقى نتكلم مع بعض على الفراخ ونحشيها كويس مع بعض، ونفتح فتحة الحشو بشكل بسيط جدا، ونتبلها كمان بالأعشاب، بس عشان هزفر كده كده القطاعة، ولكن تعالى نجيب حبة أعشاب عشان نفرمهم الأول، هم دول اللي هحشي بيهم التتبيلة بتاعتي. أدي عندي الروزماري أو إكليل الجبل، أو لو عندي زعتر أي نوع من أنواع الأعشاب ليها نفس كويس قوي أو تتبيلتها أهو بالشكل ده كده اهوت على جنب. حلو، بفرمها سريعا كده على جنب. حلو، وكمان هجيب عندي ممكن لو حبيت احط لها كمان خليها في الاواخر، بس الاول تعال نتبل الفراخ. طيب بجيب عندي صدر الفرخه، بص كده هواري صدر الفرخه عادي جدا ما فيهوش اي صعوبه خالص. عندي الصدر طبعا اكيد حجمه حسب ما يعني ما بنجيبه طبعا من السوبر ماركت او من عند بتاع الفراخ. ببدا اجيب عندي سكينه تكون بوزها يكون رفيع عشان اقدر افتح براحتي خالص واشتغل بيها واحده واحده. اهو عندي حاجه من حاجتين، يا اما افتح من هنا من الجنب ده كده مش هيبقى باين من بره، ودي براحتي هعمل دي وهعمل دي. اهو بص كده هواري اهو من هنا كده اهو. انا هوسع لك عشان عارف ان انت سامع صوتك اصلا في المايك، وانت له اربعه فيبقى انت عايز تصوري من هنا كده اهو. تمام، ادي كده طريقه، ولما اعمل كده هحشي هبقى باين عندي الصدر مقفول. دي طريقه. الطريقه الثانيه ممكن اعمل من هنا عادي جدا بالطريقه دي برضو اهي كده، وامشي بالشكل ده كده بقت مفتوحه هي قدام حضراتكم وباينه جدا. تمام كده اهو. وفي طريقه ثانيه العكس، يعني احنا في ايدينا نمشي بكل الطرق، بس انا مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، وافتحها اي فتحه المهم احشي وخلاص، بس يكون مش مشرحها من جوه عشان خاطر الـ 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 الخلطه بتاعتي ما تطلعش براها. اهو كده اهو بالشكل دوت. تمام، هتعمل ايه بقى يا سيدي؟ هجيب عندي حبه ملح وش وظهر كده لكل واحده فيهم الاول، اتبل حاجتي كويس. خدوا بالكم انا مش عاملها دايت، دي عاديه اي حد ياكلها عادي. عايز اعمل لها صوص ديمغلاس براحتي، عايز امشيها على هذا الاساس برضو براحتي، كله يمشي معايا مش هيقول لي لا. ادي حبه الملح من كل حته فيها عشان تبقى متبله كويس بالشكل دوت اهو. حلو الكلام. وبجيب عندي كمان الاعشاب بتاعتي، بعمل كده برضو من كل حته فيها، وده جوه اهم شيء كده اهو. طب بقول لك ايه يا اسلام، ممكن توطي شويه السبيكر السماعه بتاعتك عشان اسمع كل كلام رضوى بعد اذنك. تمام، انا كده تبلت كويس. حابب اجيب عندي حبه فلفل اسمر على السريع عشان خاطر ابدا اتبل برضو الحاجه من الاول اهو كده. لازم الحاجه تكون متبله، والافضل يكون وش وظهر، بحيث ان احنا لما نبدا نشويها او ندخلها جوه فكره الطاسه او الصينيه في الفرن دي براحتنا. طيب خلينا نعمل ايه بقى دلوقتي بالمره، اصل انا متزاول قوي فكره الكلافز وماسك الفراخ وهي نيه وبتاع، ما بحبش انا فكره تنقلات البكتيريا بصراحه، بخاف منها قوي من السمرنه بتاعه الفراخ. فعشان كده حتى تلاقوني اي حاجه هشتغل بيها لها علاقه بالفراخ بشيلها كلها على بعضيها سكينه وقطعها وكل شيء. طيب خلينا نجهز طاسه سخنه وهنبدا هنشتغل واحده واحده اهو كده. وهجيب عندي الخلطه الجميله دي كلها هنزلها عندي بره الطاسه كده كده. هجيب عندي جبن قريش فريش كده اهو بالشكل دوت. حلو الكلام. وهديها سن البابريكا بسيطه مش كتير، وهقلبها كويس كده اهوت مع المشروم ومع كمان السبانخ بالشكل دوت. مش هحط لها اي حاجه تانية خلاص، خدت كل حاجتها، وببدا اقلبها كويس بايدي اهو. تمام، واجيب عندي الخليط بالشكل دوت اهو، واجيب عندي اول حاجه مثلا بالشكل ده. بص كده هواري اهو، بعملها زي سندوتش وبزودش كتير، بعمل كده وبتشكري تاني حشو، يعني ما بعملش زيادات كتير ولا حاجه عشان خاطر كده كده عايز اخليها تكون مستويه وهي شكلها ما فيهاش اي حاجه من جوه، تبقى صدر فراخ عادي. ولو فتح طبعا من التسويه مش هقول لها لا، ولكن انا ببقى هذا هدفي يعني اهو من ناحيه. انا حبيت بس اوري حضراتكم كل الالعاب اللي ممكن نفتح بيها صدر الفرخه من الجلاب او من هنا او من هنا، وده المطلوب اهو بالشكل ده كده اهو كده بالشكل ده كده. انا تمام التمام اهو، عايز امشيها دايت على فكره، ممكن امشيها دايت، الطبق ده لطيف جدا واقدر اشتغل بيه كويس قوي. طيب هتعمل ايه يا سيدي بقى؟ هبدا هعمل حاجه حلوه قوي، معلقه زيت
بسيطة مش كتير، واجيب عندي الفراخ بالشكل ده بسم الله كده اهو على الطاسة بتاعتي، وهبدأ انزل على الوش الاول. الوش يهمني تشك كويس جدا عشان الشكل النهائي للطبق بتاعي. هبدأ بقى ايه اريح نفسي من فكرة الزفارة دي واخلع نفسي خالص كده، عشان انا بحبش ايه اكون واقف وموسوس كده. على طول اغير بس كل حاجة على السريع، هزود عندي سنة زيت كده كده اهو عشان خاطر الحاجة كلها تبقى واخدة نفس الطعم ونفس الريحة. هرفع الحاجات الفاضية، لو عايز اعمل لها صوص ما عنديش مانع، اي صوص انا احبه مش هيقول لي لا كده. اوسع نفسي عشان خاطر بعد ما اخد التشوك او اخد الصدمه من الفراخ، هبدا الكلام ده كله هينزل عندي على طول في صينيه فاضيه وادخل الفرن. اروق بس مكاني على السريع كده اهو. وتعالى بقى نشوف اللون وصل لحد فين. ممكن الون بزبده او الون بزيت ما عنديش مانع، ده موجود وده موجود، بس الافضل في التشوك دايما الزبده والزيت حلوين، ولكن الافضل الزيت فقط لا غير عشان خاطر برضو يبقى مش محروق الزيت، ده المقصود من كلامي. هعمل كده وتعالى نشوف ايه اخبار الالوان. بسم الله نحرس كده اهو. ايه رايك بقى في الكلام ده يا هواري؟ مش سامعك اهو. انا بس باخد لون مش اكتر من كده. البني ادم مننا برضو طماع، طماع بايه؟ تستي على اكتر. ازاي هعمل حاجه حلوه قوي على تستي بيها اكتر وانا شغال؟ برضو بجيب عندي نفس الطاسه وراح جايب عندي حبه اعشاب عشان اعمل لها كمان طاسه اعشاب بالمره كده اهو على الوش. تمام، كمان حبه عشان الميل بتاعي اعشاب، فلازم ازود منها ياخد ريحه وطعم دلوقتي، ومنها كمان لما ادخل الفرن واستفيد بالطاسه كمان بزبده فتتحرق. حاضر، هدخل ده الفرن واطلعها في طاسه ثانيه واحده. زبده تاني بالك انت، الاعشاب دي بقى يا رضوى وهي طالعه كده ريحتها معايا مع الفراخ ومع الجبن القريش مع الزبده، اكيد الموضوع عالي جدا وعايز كمان مني حاجه ثانيه. ممكن عشان الصوص يعلى اكتر بصلايه في الجوانب كده تتحرق من الجوانب كده من الاعشاب، عشان ممكن اجيب عندي حبه صوص دمجلاس واعمل بيها صوص على الوش كده هيبقى رائع. دي كده خمس دقايق وبعد كده ادخلها الفرن على طول. وايه تاني؟ ده اول طبق هعمله الدمجلاس، ما عندوش اي مانع خالص. هجيب عندي حبه باودر وابدا اعمل لهم دمجلاس بس بنفس الطاسه بطعم الفراخ والاعشاب، يبقى هعمل لها صوص اعشاب بصوص الدمجلاس، ودي احضر عندي صينيه ادخلها الفرن تاخد وقتها. وهطلع فاصل مع حضراتكم ثم نواصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفصل كنا احنا عاملين الفراخ، وزي ما قلت لحضراتكم انا ممكن امشيها حاجتين، ممكن امشيها دايت زي اللي احنا عملناه بالظبط ولكن اخلع من الزبده لحد كده احنا تمام، لسعه بسيطه تمام، حشو زي الفل، فراخ لطيف، اعشاب جميل، بس حطينا زبده حطينا صوص دمجلاس كده اخلع، طلعنا بره فكره الدايت. عايزينها دايت تمام، امشي على هذا الاساس ما عنديش مانع خالص، اكلها كده تبقى لطيفه جدا وفيها فايده البروتين والكالسيوم وكل اللي احنا عايزينه كله هيكون موجود عندي في الطبق ده. حطيت دمجلاس بقى، يبقى انا كده دخلت بمرحله ثانيه عكس الكلام اللي كنت بقوله. ده اول طبق راح خلاص وزي الفل. جبت عندي حبه دمجلاس حطيتهم على نفس التتبيله، بص كده يا هواري اهو. ده صوص دمجلاس سته على جنب خلاص، مش هشتغل فيه دلوقتي، على الغرفه على طول. بسخن حله عشان خاطر لو عايز اعمل فيها البولونيز، ولكن خليني اخلع شويه من فكره الصوص البولونيز من الحله، هعمله عندي في حاجه ثانيه احسن والطف، هعمله عندي في الاير فراير بتاع دي لونج. دي الاير فراير دي طبعا انتوا عارفينها شايفاها يا رضوى، بس الاول هفرم هنا في الفود بروسيسور دوت
وبعد كده هشتغل هنا في الاير فراير. يعني هفرم اللحمه المفرومه بالخضار بكله وبسخر عندي الاير فراير الناحيه الثانيه كله شغال معايا في نفس اللحظه، اريح شويه بالطبخ بقى ابو الحلل ده والتسخين والكلام ده كله. طيب الفرن شغال فيه الفراخ، غطيتها عشان تاخد وقتها وتتبخر وتعيش حياتها. ايه الفكره بقى وايه الموضوع؟ اللحمه المفرومه، الصوص البولونيز او اللحمه المفرومه مع الخضار بتاعه المكرونه دي هي صوص ايطالي بتعمل بتركيبه حلوه جدا. هنتكلم مع حضراتكم واحده واحده. جايب عندي نص كيلو من اللحمه، لحمه يكون يعني قطع اي تقطيعه كده كده الفود بروسيسور بتاعي او الخلاط بتاعي هيفرم ان انا عايزه كله وهشتغل بيه مع نفسي خالص. هبدا الاول اجيب عندي كده الكيتشن ماشين بتاعي وابدا انزل عندي باللحمه. بسم الله، نص كيلو لحمه مثلا او ربع كيلو مع بصلايه كله مع بعضه بالشكل دوت. هضربهم ضربه كويسه جدا عشان اعمل صوص حلو. الصوص ده هيتعمل ازاي هنشوف واحده واحده. بسم الله، هضرب شايف يا هواري؟ متشكرين. هو ده حلاوة الموضوع اللي بتكلم عليه بقالنا كتير. الفكرة برضو هتكلم تاني على السريع قبل ما اروح عشان اشتغل باللحمة المفرومة. بص يا هواري انا بتكلم في ايه؟ اهو معلش خلينا نتكلم بكل صراحة. ادي اللحمة المفرومة اللي حطيناها نية مع البصل بتاعها. الفكرة في الكيتشن ماشين بتاع براون مش ان هو فرم لي اللحمة على فكرة. طب ما اي جهاز هيفرم لحمة، هو ايه الجديد في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الجهاز الجميل ده؟ ايه الجديد فيه يعني؟ الجديد فيه ان رقم واحد ان برضه بتكلم عنه كتير جدا في فكرة الامان. الامان ده يهمني جدا من ناحية كل حاجة. رقم واحد عندي السكينة دي لو مش امان بفكرة ان هي مش هتعورني، لا امان لونها ما يغيرش. بص كده يا هواري لونها ما يغيرش، ما تبردش مني، ما تبقاش حاسس ان انا لونها هيبقى اكسد او هيبقى لون تاني لو ما اتنضفتش دلوقتي. والافضل عشان نتكلم بصراحه، اي جهاز في الدنيا عايز تحافظ عليه تعاليه 20 سنه معاك ما فيهوش اي مشكله، نضفيه كويس ونشفيه كويس قبل ما تخزنيه. النهارده اشتغلت بالكيتشن ماشين ده وعملت بيه لحمه مفرومه وغسلته كده كروكي وحطه في الدولاب وسبته، هلاقي في يوم من الايام اكسد من جوه، ريحته ما بقاش حلوه، السكينه بقى لونها مش ظريف، ده كله هيحصل. الكريك ده لونه هيغير. ده في اي جهاز في الدنيا حتى لو عاملينه في البيت عندنا عموله. الجهاز بتاع براون ده حلاوته في ايه؟ ان هو لو انت اشتغلت بيه بنفس الطريقه دي وغسلتيه كويس جدا ونضفتيه ونشفتيه يقعد معاكي 30 و40 سنه، وده اكيد مش كلامي انا، ده كلام حضراتكم بعشرتكم ببراون من عمر طويل جدا. الفكره في الجهاز ده بقى ايه؟ السكينه دي حاميه وكلامنا عنها، الخامه تمام. الفكره عندي اللي فرم اللحمه معايا مش السكينه فقط لا غير، السرعه بتاعه الموتور او السرعه بتاعه المكنه ذات نفسها عملت ايه في اقل من ثواني. هو ده المطلوب اللي بتكلم عنه. تعال بقى نشوف اخبار الصوص ده هنعمله ازاي. ادي اللحمه المفرومه اتعملت وادي عندي لو حبيت اعملها هنا عندي في الحله دي ماشي الكلام، ما حبيتش انا زي الفل، بس انا عايز ازود الصوص ده حبه ميه خليه برده في الاواخر. خلينا نرجع تاني نشتغل على طول في اللي احنا عايزينه. انا شاغلني ايه؟ شاغلني صدق انا بتكلم معاكي وعمال اتكلم وانا في دماغي الفراخ خايف تكون اتلسعت، وعلى اساس مش هتلسع على فكره. بسم الله زي الفل تمام التمام. خلينا بس ننقلها الدور التحتاني عشان تنجز معانا اكتر واكتر. بسم الله. شوف انا عارف الواحد بيحس برضه بشغله والله الحمد لله. طيب انا كده خلاص ده مهمته عندي انتهت، هرفعه حالا عشان ما بقاش خاين نفسي بكذا حاجه قدامي كده، وهاخد دي على جنب وهعمل كده تمام واقفل كده عشان ده يروح ورا، وابدا اشتغل بالاير فراير واستخدمها زي ما اتفقت مع حضراتكم كالحلة بتاعتي ان انا هشتغل بيها وتريحي. طبعا الاير فراير ده نفس الموضوع، انا بشتغل بيه دايما ان هو جهاز صحي جدا. الفكره ان هو زي ما حضراتكم شايفين بيشتغل معايا ان هو يمشي معايا كحله، يمشي معايا كفرن، يمشي معايا كذا حاجه. ممكن اعمل فيه ايه بقى؟ ممكن اعمل فيه تطجين اي طاجن انا هعمله زي هعمله دلوقتي مع حضراتكم بالصوص والزيت والزبده وكل حاجه عايزين نشتغل بيها. لو عايز امشيها بيتزا هعمل لكم قريب ان شاء الله، هحط البيتزا هنا في الارضيه والناحيه اللي فوق دي اللي هو السلماندر ده بيدي اللون اللي انا عايزه جدا وبيشغل كل حاجه. اللي احلى من ده ومن ده ان في يعني نفستين هواء من الجنبين دول وهو ده اللي ما بيكتبش الدخان او البخار اللي موجود، فيبقى معايا الموضوع عكسه ان الاكسده بتيجي من كتم الدخان. معلقتين زيت
خدوا بالكم كمان الاير فراير بتاع ديلونج دوت حلاوته في حاجه ثانيه، لما بتيجي تحمري فيه بطاطس من غير ورقه زيت او تحمري فيه اي شيء ما فيهوش زيت خالص، بس لو حاجه فريش الافضل ان نديها 5 مللي زيت اللي هو بمعيار معلقه كبيره من الزيت. هنا بحط اللحمه بالشكل دوت اهو كده، يبقى لحمه فيها بصل فقط لا غير. هاجي اعمل ايه بقى عندي دلوقتي؟ هحط مقاديري كلها واسيب الدنيا تعيش مع نفسها. عندي جزرايه مفرومه بالشكل دوت اهي، جزر، عندي كرفس على كرات، حلو الكلام، حبه بهارات مشكلين كده مش كتير، وعندي ملح، كل ده كله بحطه من دلوقتي عشان خاطر اكمل تسويتي. عايز كمان مكعب مرقه اهو قدام حضراتكم، هفرمه على السريع عشان هشغله على اساس بهارات. ده مكعب مرقه لحمه بتاع كنور، باين جدا ان هو لحمه، هتعرف منين ان هو لحمه او فراخ او خضار او اي كان الموضوع. بصوا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين اللون باين ان هو غامق، فده يبقى مكعب لحمه اهو، ينزل كده، حلو الكلام، وهقلبه تقليبه حلوه على طول كده. هو خد فلفل اسمر عندي ده كده، يعمل ايه بقى دلوقتي يا باشا؟ خلينا بص نوصل كده بالمره. بص الموضوع شكله عمل ازاي. بصي يا هوري، بصي يا رضوى، شايفه اللحمه حطيناها ما كملناش 5 دقايق. بصي مش بس لون ما نشفتش مني، ما هو ده اللي انا خايف منه ساعات من بعض الاير فراير او القلايات، ان ممكن تحط حاجه درجه الحراره بتاعتها عاليه جدا فتنشف معاك الحاجه. ده حاجه مش ظريفه ومش صح، عايز حاجه تكون جوسي. بص جوسي ازاي، اهي باينه ما فيش فيها اي حاجه، وخدت مني معلقه زيت واحده مش اكتر ولا اقل، فطبعا انا تمام وزي الفل وراضي وتمام. هبدا اعمل ايه؟ هخلي الصوص هنا يبدا يتعايش معاهم بالمره عشان يستوي. ده صوص الطماطم المتبل اللي هو بعد ما يغلي خالص وبعد ما يستوي ويتسبك مع اللحمه وياخد من طعم اللحمه، هو ده اللي هيبقى معايا للمكرونه اللي هشتغل بيها، اي نوع من انواع المكرونه، اذا كانت فوزيلي او بني او زجزاج او اي مكرونه انا بحبها ما عنديش مانع. عندي طبق اخير، الطبق ده ممكن بالمره قبل ما اطلع الفصل احطه في الفرن. اصبروا عليا خالص، في الفرن يشمع، بس يشم ريحه الفرن. التونه لما بتخش الفرن خلاص انا مش هشتغل بحلو النهارده. التونه جايب عندي علبتين تونه، هدخلهم زي ما هم كده بالشكل دوت، معاهم كمان بصلايه كده، ومعاهم كمان حبه فلفل الوان. حاضر والله هطلعك في وسط، اصبروا عليا كده اهو كده، ريحتهم الثلاثه اصلا مع بعض رايقين قوي، الفلفل الالوان مع البصل. هديله بقدونس وهديله مشروم وهديله كل حاجه، بس في الاواخر هنا كمان اديله سنه زعتر اهي، ماشي، على الوش كده. هشيل منها العيدان عشان انا مش عايز اكل في السلطه عيدان، اكل بس ورق الزعتر، هيكون لطيف اهو، بس الريحه بتاعت الزعتر معايا هتبقى الطف بكتير جدا كده اهو، ماشي الكلام. وممكن من غير زيت، انا عايز اشيل الزيت خالص اخليها مدخنه. هدخل ده ياخد وقته في الفرن، وهطلع فاصل صغير جدا. بعد الفاصل ان شاء الله يكون صوص البولونيز خلص وتمام التمام، وكمان الفراخ تكون استوت، وبعد كده نعمل السلطه بعد الفاصل. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا سايبين الصوص البولونيز مع صوص الطماطم عايش حياته، خليه ياخد وقته، واللي في الفرن حطينا مع حضراتكم التونه تتبخر وتبقى مدخنه ولها طعم كويس جدا، والفراخ كمان. خلينا نبص نشوف، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بعتقد الفراخ مش محتاجه مني اكتر من كده، لان هي ما بتاخدش وقت في التسويه، وكمان هي صدور فراخ فاكيد على ما اعتقد وقتها يعني خلصان. بص كده يا هواري، الموضوع قدامك واضح جدا ما فيهوش اي صعوبه. عايز امشيها دايت انا كده تمام، عايز امشيها بصوص، الصوص برضه عندي تمام، ده موجود وده موجود. طيب خليني اطلع الطبق ده بالمره الاول، بعد كده نبقى نطلع اللي في الفرن، او والله نبص على البولونيز عشان بس زي الفل. محتاجه بس مني سنه ريحان، وده الافضل، هي بتاخد ريحان بزيت الزيتون. صوص البولونيز بص عامل ازاي، بص كده هوري كده، سنة الريحان دي، ويسيبها تاخد برضو غلوه كمان وتقليبه، وده اكيد هيبقى لصالحنا. الفراخ دي تتغرف على طول على ما اعتقد، ما استناش
في طبق شيك كده على طول كده، وزي ما اتفقنا عايز احط عليها، بسم الله، احط عليها صوص براحتي، مش عايز انا برضو يعني، تمام كده. عايز ايه بس؟ عايز ايه؟ ريحني بالكاميرا في حتة. عايز اقول لكم ان انا يعني زمايل المصورين طبعا ما شاء الله عليهم، يعني من اشطر الناس في مصر، لدرجة ان وانا شغال بحس ان هم واقفين يعني جوه المطبخ جوه الحلة، بشك ساعات والله العظيم ان هم يعني بيصورونا بيصوروا حد، بس تمام يعني، وما بيطلعوش ده حضراتكم اكيد يعني، في كاميرا اهي وكاميرا اهي، انا شايفكم واحد واحد. طيب خلينا كده، ده الطبق ده زي ما حضراتكم شايفين، الصوص ادي له مثلا سنه غلوه كمان ويتحط على طول على الوش. عايز امشيها بمشروم، امشيها انا كده راضي وزي الفل، ده ياخد حبه صوص على الوش كده على السريع ويبقى زي الفل وتمام التمام. دي مش عايز اغلي اكتر من كده عشان خاطر اكون يعني انجزت نفسي وبقت تمام التمام. فاضل عندي السلطه بس، ده ياخد غلوه على السريع، سيبه ويطلع على طول. اجيب عندي كده البس كلابز على السريع عشان اعمل السلطه بتاعتي. غلوة وعيش حياة. طيب قول لي بقى السلطة دي عبارة عن ايه؟ السلطة دي مفيدة جدا وصحية، فيها التونة، التونة طبعا زي ما قلت لحضراتكم حطلها بصلاية فلفل الوان، خليتها تاخد طعم وريحة كده من الفرن، ويعني تبقى مدخنة كمان وليها طعم كده رايق زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش أي حاجة خالص أهي، بص كده هوري خلصان. طيب حط لها إيه بقى؟ حط لها عندي حبة جرجير قطعين كده، ورق الجرجير جوليان، واحط لها كمان عندي ممكن يعني بصل، ماشي عشان مش هتاخدها بس بايدي، بصل كده لطيفه، حبه مشروم فريش قطعين مكعبات، كزرايه لطيفه كده ما فيهاش برده صعوبه، وطماطمايه من غير بذر قطعها مفروم، سنه فلفل اسمر، وكمان سنه ملح بسيطه. هقلب كويس جدا الكلام الحلو دوت مع سنه زيت زيتون. السلطه لطيفه قوي يعني ما فيهاش اي حاجه من الصعوبه، ولا هحط لها اي حاجه ثانيه غير تاتش ليمون في الاواخر كده. على ما اعتقد الطبق مش محتاج مني حاجه غير بس ان انا اعرف على طول الطبق ده على السريع مع حضراتكم، ويبقى خلصان طبق سلطه التونه بالشكل ده اهو. كده وهجيب عندي فوائد التونه على الشاشه. بشكرك يا امنيه، بس ده سخن ومش عايز ايه اتلسع. التونه مع البصل المدخن انزلوا على الوش كده اهو، طبعا انا بعمله بايدي ده غلط، محدش يعمل كده لان سخن طبعا كده اهو، و ده كده خلصان. عايز اديله ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم سنه ليمون بسيطه. بص لما تشاوت بقت عامله ازاي هوري، بص الزعتر بقى عامل فيها ازاي، مش سامعك دلوقتي، ربنا يخليك، بشكرك بشكرك. يطلع على طول الطبق ده كده، هنا الصوص هنزل بسيط كده، وهنا كده، وتاتش بسيط من كده من على الايه الرقل، وبس خلاص مش هزود اكتر من كده. ده هيتحط في فوله ويطلع معاه كمان زي ما اتفقنا، لو انا عايز امشيه من غير ما يكون دايت كده، ولو عايز امشي دايت هشيل واخلع خالص من فكره ال كده. نجرش طبق عشان يبقى لطيف كده، فراخ معموله بصوص الزعتر، سوري الاكليل الجبل، انا مش بعيد من الزعتر كده، وهمسح بس الحواس دي، ما بحبش طبق يكون ملعوس. وده يطلع على طول. فاضل عندي طبق البولونيز خلاص خلصان، الصوص بتاعي ما شاء الله بقى تمام التمام اهو، صوص جائز يعني زيه زي اي صوص في الدنيا، ممكن نعمله بالعكس كمان زي ما اتفقنا، انا اشتغلت بيها طريقه لطيفه جدا. هنا عايز اعمل ايه؟ هحط المكرونه كمان هنا اهو كده اهو. بص بقى الكلام ده هوري، الكلام ده ليك انت بس هوري، تعلميه ليك انت اللي في الكنترول، اكيد مش انت على الشاشه بس
ليك انت بس اللي في الكنترول عشان انت عروستنا ولسه ايه بتاهلي في الطبخ، لازم تبقى عارفه بتعملي ايه. قلبي كويس قوي كده اهو، ماشي الكلام كده. طبق مكرونه بصوص البولونيز بسيط جدا ما فيهوش اي صعوبه. هجيب عندي بقى طبق حلو كده واغرف فيه المكرونه كده. يا الله كده طبعا كمية ما شاء الله تعمل طبقين مش طبق واحد. الصوص ريحته جميلة جدا، مش هزود عن كده. لا يتعمل طبق تاني. وكمان ممكن نعمل ايه، نحط عليه على الوش سنة الحامض بزيت الزيتون عشان نقفل الطبق بكل تمام كده اهو. تمام، نديله برضو جرنش لطيف، حاجة سيمبل جدا كده، ويطلع الطبق بالشكل ده. على ما اعتقد ان اي حد في الدنيا ممكن يخش يعمل الكلام دوت، وده يعني طريق سهل لاي طبق في اي مكرونه، في اي سلطه تونه، في اي فراخ محشيه، يمشي كتير جدا، واي حد في البيت ممكن يخش يعمل الكلام دوت. دي كانت حلقتنا، يا رب يكون الموضوع كان سهل وبسيط. شوفوا حلقه جديده والسلام عليكم.